انزين تقدر تقول بيتين فيني الحين؟ أنتي؟ ايه خوش رأيت تدخلي في قصيدة؟ حلو كده. يلا يلا. ما هو حرام تغرد العصفورة؟ حرام؟ لا مو حرام. ايه. وتوضح المعنى لنا والصورة. أنت اعتبرها هي الغبية دعاية، وأنت اعتبرها هي الذكي فزورة، وأنت على المركة عارف تاكي مثل الرديف اللي ملازم كورة. ويا بنت يلي والدينش، وأنتي يا مترفة يا مدلعة يا مورة، يا ما خذيتينا بغرة غافل، ونفوسنا من هيت المامورة، من غض عودش يشكي من جعودش، ومن البلوزة تشكي التنورة، والأطلسي يسهر بحلف الناتو، ويرام من حلف العرب مقهورة، حتى الربيع العربي مسخة، حتى الحليم يطلع من طورة، حتى العرب كادوا يروحوا فيها، حتى سماهم ما تطير الطيورة، هذاك ضمن ميليشيات الحوثي، وهذاك ضمن مشجعين الكورة، وهذا على هم الخزينة طاقة، وهذا عليه يسدد الفاتورة، لكن صاروا كلهم يد وحدة، يا معدد سلمان أخوه نوره، حنا فد الدولة من عد الدولة، نموت في جيزان قبل شروره، اللي تعرفه والجميع يعرفه، بس هو نفس الادي ومامورة، واللي بقوله والجميع يقوله، يلا يجعل ذنوبنا مغفورة، يلا يجعل ذنوبنا مغفورة. آمين 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 آمين، صح الله.